سلمى، اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم لدرجة كبيرة، خاصة مع هذا الغزو التكنولوجي اللي عم بيصير على مختلف الأعمار، من سن صغيرة ولحتى الأعمار الكبيرة. كيف نقدر نستفيد من التكنولوجيا بطريقة تكون صح ومفيدة للطفل؟ المعلومة وطريقة الحصول عليها طبعا مثل ما قلنا بالنسبة للطفل تغيرت، وصارت التكنولوجيا هي الباب الأول لتعليم الطفل مهارات جديدة، فهي أصبحت أكيد جزء ما بيتجزأ من حياتنا اليومية. لذلك ظهرت وسائل مخصصة لتعليم الأطفال البرمجة باستخدام لغة سكراتش، اللي أكيد رح نتعرف عليها وشو المقصود فيها، ورح نتعرف أكيد على منصة إلكترونية لتعليم الأطفال، هي منصة بتعنى بتعليم البرمجة باستخدام هي اللغة، مع ضيفتنا كارولين صافي وعهد جغنون، طالبتين بكلية هندسة المعلوماتية، وأكيد هن أصحاب فكرة منصة إلكترونية لتعليم الأطفال. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك عهد ونتعرف منك أكثر، شو هو المقصود بلغة السكراتش؟ هلا لغة سكراتش هي لغة موجهة خصيصا للأطفال، بتعالج كثير من الصعوبات يلي بتواجه المبتدئين بتعليم البرمجة. هي لأنه أقل تعقيد وأكثر مرونة بتعليم المنطق التفكير العملي. هي بالنسبة للأطفال هي جذابة ومشوقة كتير لإلهم، لأنه بتعتمد على تركيب المكعبات فوق بعضها، يعني مثل الألعاب العادية بيركب المكعبات فوق بعضها حتى يوصل للكود البرمجي. هيك هو ما بيضطر أنه يكتب تعليمات برمجية ينفذها على بيئة تنفيذية، يتعامل مع الهاردوير وهي الأمور الصعبة، الأمور التقنية. بيتعامل مع مكعبات بيركبها، بيعمل منها مشروع لعبة حسب المسألة اللي هو عنده إياها، وهيك هو بيتعلم عن طريق اللعب. فكرة كتير حلوة، بس دائما يمكن مثل ما بنقول كل فكرة في إلها تحديات وصعوبات. خبرينا كارولين عن أبرز هاي التحديات اللي ممكن تواجهكم، كيف قدرتوا تتخطوها؟ تمام. بالنسبة للطفل إذا هو بده يتعلم البرمجة باستخدام سكراتش، هو اللي بيواجه الصعوبات بداية. هاي فكرة مشروعنا نحن. المنصات العالمية بشكل عام بلشت تعمل دورات تدريبية وكورسات لحتى الأطفال يتعلموا سكراتش، بس بمنطقتنا العربية في عنا مشكلة أنه الدورات التعليمية ما عم تكون باللغة العربية. هاي واحد. ثاني شيء، ما عم تكون مقسمة ومرتبة بطريقة لحتى يستوعبها الطفل الصغير، على الأغلب عم تكون أنه للأهل أو للمدربين بأعمار كبيرة. ثاني شيء أنه ما عم تكون مجانية، وهذا بسبب مشكلة لبعض الأطفال والأشخاص. والطفل عم بيواجه صعوبة كبيرة بالمنصات، ما عم تكون سهلة الاستخدام. أغلب المنصات بتكون للأعمار كبيرة، يعني واحد بيكون بيعرف يقرأ يعرف يكتب، هاي عم بتواجهه. فالطفل بيضطر يتوجه لحتى مراكز ياخد دورات تعليمية بمراكز أو بمعاهد خاصة. نعم. يعني لهيك بدي من جواب كارولين أسألك عهد، خلينا نحكي عن الميزات اللي عم تقدمها هاي المنصة اللي عم بتراعوا فيها يمكن كل هاي الصعوبات اللي حكيت عنها، كان من العمر، إن كان من اللغة، إن كان حتى من الشيء المادي اللي ممكن مكلف أحياناً، حتى لو كانت تطبيقات على الإنترنت، بس إذا بعضها مو مأجور ما بيقدر يستفيد منها. مثل ما قالت انه نحن موفرين الكورسات باللغه العربيه، والدروس مسجله بطريقه تناسب الطفل، يعني مسجله موجهه للطفل حسب مبادئ التصميم التعليمي الموجهه للاطفال. وكمان في عندنا الاختبارات، يعني من طريقه نحن نختبر تحسن المستوى التعليمي للطفل لحتى نراقب سير العمليه التعليميه الموجوده. هلا بالنسبه للواجهات، واجهات المنصه عم تكون تفاعليه جذابه للاطفال. كم لي حكيك نحن عم نشوفها لحالنا من دون ما تطلعي على الشاشه، نحن عم تطلع لحالها للمشاهدين. اوكي. الالوان عم تكون حلوه كبيره، يعني الطفل يلي ما بيعرف يقرا ويكتب ما رح يضطر انه يعرف شو هي هي الكلمه حتى يفوت عليها او حتى يفوت على الدرس او على الكويز. وكمان اكيد بنهايه كل دوره عم يكون في سيرتيفيكيشن نعطيها للطفل لاجتيازه للاختبارات، هي يعني من باب التشجيع لحتى يصيروا يتعلموا اكثر، ياخذوا كورسات اكثر عن البرمجه. كارولين، برايك اليوم قد ايه هي المنصات لها دور كثير كبير بنمو المعرفي العلمي العقلي عند الطفل، خاصه مثل ما قلنا اليوم التكنولوجيا صارت بتناول الاطفال من عمر كثير صغير لعمر المراهقه، والشباب صارت بتناول الجميع. الأطفال وقت عم يستخدموا البرمجة والبرامج، هذا الشيء عم بيساعدهم لحتى هني يستعدوا عمليا وعلميا لحتى يواكبوا التطور اللي نحن فيه، خاصة بانتشار المعلومات هي والتطبيقات اللي على الإنترنت. فنحن ليش ما بنعمل تطبيق فهو بيكون متناول الطفل
وجزء من روتينه اليومي بيقدر من خلاله يتعلم البرمجة، يلي هي البرمجة بتساعده للطفل، بيساعد قدراته الذهنية والعقلية من ناحية وحتى النفسية من ناحية تانية، لأنه الأطفال بعمر صغير بالتعليم الأساسي مثل ما نعرف هذا المحور الأساسي ببناء شخصية الطفل، كيف يتفاعله مع المجتمع، كيف يتحلل المشاكل. فالبرمجة كتير مهمة بهذا المنطق، فنحن من الانطلاق هاي عملنا هاي المنصة اللي هي بتساعده للطفل ليتعلم البرمجة من عمر صغير، لأنه نحن مو بس بدنا نواكب التطور، بدنا نكون أنه قلنا إيد بالتطور اللي عم يصير. نعم، يعني كارولين عم تقلنا عن الهدف الأساسي اللي هو أنشأته من خلاله المنصة، هون بدنا نسأل قديش في إمكانية لهي المنصة التعليمية أنه هي تكون متطورة تواكب، يعني كل فترة ممكن تدخلوا عليها بيانات جديدة، معلومات جديدة، توسعوا الأدوات اللي موجودة فيها، طبعاً بناءً على تجربة من الأهل أو حتى من الأطفال اللي أنتوا عم بتشوفوا رد الفعل مع التصرف مع المنصة. هلا نحن المشروع يعني نحن عملنا وكان خلال مشروع الفصل الماضي عملنا فيه، يعني كان بيتضمن قسمين، قسم التقني فينا نسميه وقسم صناعة المحتوى. هلا بالقسم التقني الخدمات اللي وفرناها مثلا للطفل هي إنشاء حساب، يعمل تسجيل على كورس، ياخذ دروس، يعمل كويزات، ياخذ سيرتيفيكيت. اما من ناحيه المحتوى فمثلا الكورسات قسمناها حسب المفاهيم البرمجيه، قسمناها لعده فئات مستقله، كل فئه موجهه لفئه عمريه. هاي الكورسات في منها للاطفال من عمر 5 سنين ل 8 سنين اللي هي سكراتش جونيور، وفي منها من عمر 8 سنين ل 12 سنة أو أكثر حتى لدورة السكراتش. التطويرات اللي ممكن تصير عليها أنه مثلا المحتوى نزيد عليه مثلا دورات جديدة عن روبوتيك أو عن لغات برمجية متقدمة المستوى. كارولين، اليوم كيف بتشوفي يمكن تجاوب الأطفال الأهل مدى تشجيعهم لمشاركة أطفالهم بهي المنصات، خاصة اليوم في حالة خوف شوي أنه أي طفل يضل يمكن لساعات طويلة على أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا؟ هو نحن بدنا نستغل هاي الشغلة أنه هو عم يضل على وسائل التواصل فترة كبيرة، فمشان هيك لا نحن منوجهه أكثر أنه يستخدمها لشي يفيده، لشي يفيد عقله لمستقبله، فمشان هيك هاي المنصة كتير بتساعده بهذا الموضوع، والأهل كتير بيستجابوا له الموضوع وكتير حبزوا هاي الشغلة. نحن شفنا أطفال عم تاخد، يعني حضرنا أطفال عم تاخد كورسات ومعاهد، كتير كان في فرحة من الأهل ومن الأطفال بالمشاركة بهيك. نشوف هيك مشروع ممكن ينجح بشكل كتير كبير. إيه إن شاء الله. هلا الأطفال يلي ممكن يشاركوا بالماراثون البرمجي الأولمبياد السوري ممكن يعتمدوا على المنصة يعني كمرجع، ياخذوا منها الدروس، يتعلموا منها، يعني هم كمان السكراتش ما هي مكعبات، فلما يعملوا مشروع كامل يعملوا لعبة خاصة لهم بألوانهم الخاصة ويلعبوا فيها بيستمتعوا فيها كتير. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم كمان عن المضمون شوي، نتعرف عن مضمون المواد اللي موجودة ضمن المنصة، وخصوصا قلتوا عم تشتغلوا على برمجة الأطفال بحيث أنه لما بيتعاملوا مع هاي المنصة ما عاد بس هو متلقي لأي شيء، لا هذا عم يدخل ضمن تفكيره وشو ممكن نوسع من مداركه. ونحكي شوي عن اللغة اللي استخدمتوها أكثر. نحن عملنا المشروع على الووردبريس، هاي الفريم ورك اللي استخدمناها، عملنا المنصة وحطينا نحن المحتوى اللي نحن سجلنا الدروس والاختبارات نحن يلي عملناه هون، وهو بيقدر ياخذ هاي الدروس وبيستفيد منها بعتقد ان شاء الله، يعني تكون لمستوى تفكير الاطفال. يعني شو مدى بتحسي كارولين اليوم مدى قابلية البرنامج للتطوير مع كل هاي التطورات اللي عم بتصير؟ كل يوم دائما في شيء جديد وفي برامج جديدة، في عقول قادرة تبتكر بشكل دائم، شو مدى قابلية هذا البرنامج للتطوير؟ برنامجنا احنا بنقدر نضيف عليه دورات تعليمية مثل ما قالت زميلتي عهد، الدورات كان الروبوتيك او اي شيء، ومن حيث الواجهات فينا نحن كمان نحسن عليها حسب التطور اللي بيصير وبيستدعي له. طيب خلينا نقول هذا البرنامج يمكن مو البرنامج الوحيد اللي توجه للأطفال، لهيك دائما بيحاولوا أي مبرمج جديد أو حتى أي طالب مثلكم بالكلية أنه يعمل شيء مميز ببرنامجه. طلعتوا على برامج أخرى منافسة؟ أكيد. شو شفتوا شيء وشو حبيتوا تقولوا أنا بدي أعمل شيء مميز؟ يعني كطلاب اليوم عم نقدم مشروع، هذا مشروع تخرج، فقديش حسيتوا أنه لازم يكون في شيء متميز عن باقي البرامج اللي توجهت للأطفال؟
تماما. هلا نحن درسنا كل التطبيقات الموجوده وشفنا شو هي الامور الناقصه بكل تطبيق وحاولنا نجمعهم كلهم ونحطهم بالتطبيق تبعنا، مثل ما قلت لك عملناه باللغه العربيه لانه ما في ابدا يعني كورسات باللغه العربيه او حتى موقع باللغه العربيه بهي الواجهات الجذابه للطفل. ويعني اشتغلنا على الخدمات شوي زياده، ضفنا شويه خدمات من عنا هيك. أكيد كل الشكر لإلك عهد وكارولين، وكل الشكر لأي شخص قادر يمكن يدعم ويقدم أي شيء سواء للأطفال وللشباب. أكيد العلم كل ما عم يتطور ونحن مجبورين نكون بهذا التطور. كل الشكر لإلك. نحن متشكركم كثير على اللفتة الحلوة، ومتشكر رئاسة الجامعة الاس بي يو وعميد كليتنا الدكتور مهيب النقري اللي هو كان له الفضل بهي الفكرة أنه نحن أخذناها. أكيد شكراً لكم وشكر دائماً لطلابنا اللي عم بيحاولوا يترجموا بمشاريعهم إيجاد حلول لأي مشكلة ممكن تكون موجودة. شكراً لكم. شكراً.